اهلا بيكم في حكايه قطر. انا عمر نبيل. النهارده هتكلم على 5 عطور صيفيه جميله جدا نقدر نقول عليهم اولد جولد. طيب انا اخترت الخمسه دول بناء على حاجتين. اول حاجه جمال الرائحه، وتاني حاجه بناء على ان سعرهم بسيط. وبما ان احنا داخلين بقى على العيد وكل سنه وانتم طيبين وعايزين نجيب الكحك، فانا قلت هختار الخمس عطور دول هتكلم عليهم لان ريحتهم بتعجبني جدا، وثانيا ان اسعارهم بسيطه واي حد يقدر ان هو يجيبهم. هنرتب العطور دي من 5 لـ1. يلا بينا. في المركز الخامس عطر ازارو كروم ليجند، عطر اكواتيك جميل جدا، بس انا حطيته في المركز الخامس لان الافتتاحيه بتاعته ما بتعجبنيش قوي، لكن جاست ان المكونات بتاعته تندمج مع بعض بيدي ريحه في منتهى الجمال، ريحه كده صيفي من عشا فاكهيه. العطر الافتتاحيه بتاعته هي البرتقال المر، يعني انا لما باجي برش العطر ده على ايدي او على الهدوم مثلا، يعني بحس ان الافتتاحيه بتاعته مش يعني ما بتعجبنيش قوي، لان انا ما بحبش ان النوتة الفكاهيه تكون ظاهره في البدايه بشكل كبير، لكن جاست ان المكونات كلها تندمج مع بعض بيدي ريحه في منتهى الجمال، وفعلا بتحس بجمال العطر ده. العطر بيجي فيه نوتة الشاي الاخضر مع التفاح الاخضر وخشب الارز والفيتيفر، وفي الاخر الريحه اللي بتوصلك هي ريحه كده فكاهيه عشبيه جميله. في المركز الرابع بيجي عطر من دار إيطالية اسمه كاريرا، وهو عطر كده ريحته شجري، وعايز أقول لكم بيعجب البنات قوي. يمكن هو قديم شوية بس ما زال سايب بصمة في عالم العطور بتاعة الديزاينر. العطر بيبدأ بافتتاحية جميلة من اللافندر والروزماري وكزبرة خفيفة كده، وبيجي في قلب العطر نوتة اليانسون، ودي أنا بلاحظها بشكل كويس قوي، وفي البيز نوت بتكون موجودة حبوب التونكا، ودي يمكن هنا اللي مخليها في ريحة شجري كده شوية، مع خشب الأرز والمسك وخشب الصندل والعنبر، والريحة اللي بتوصل من النهاية من العطر ده ريحة شجري جميلة جدا، وعايز اقول بيجيب اطراءات كتير قوي قوي قوي. بالنسبة لاداء عطر كاريرا فهو اداؤه جيد، وعايز اقول ان هو كمان سعره بسيط قوي يقدر ان اي حد يجيبه. المركز الثالث عطر صيفي جميل قوي برضو اسمه تومي. انا بالنسبه لي العطر ده ساب بصمه في عالم العطور الديزاينر. عطر بيعكس شخصيه الشاب الامريكي الكاجوال. ده بيعتبر عطر حمضي عشبي جميل، في نعناع خفيف كده بيخليه فريش، مع اللافندر والبرجموت والتفاح الاخضر وورد خفيف، وفي قلب العطر بيكون موجود الصبار والعنبر. واداء العطر ده بيكون متوسط ويمشي قوي مع الهدوم البيضاء، يعني انا بحس كده ان انت كل ما لبست معاه هدوم فاتحه هيكون جميل جدا. الفيومر اللي عمل العطر ده انا لما بشوف اسمه بكون مطمن، هو البرتو مورياس. وبالنسبه لاداء العطر بتاع تومي فهو اداء متواصل. في المركز الثاني عطر لاليك وايت. انا بقول على العطر ده ان هو عطر النقاء الابيض. عطر جميل جدا من اول الافتتاحيه بتاعته لحد الاخر، بيدينا احساس جميل ومكونات في منتهى الجمال. العطر بيبدا بافتتاحيه جميله من الحمضيات اللي هي اوراق الليمون والبرجموت، بتخش عليهم نوتة التمر الهندي اللي بتخلي الحمضيات دي تكون هاديه وكسره الحديه بتاعتها، وبعد كده بتشم بعض السبايسز الخفيفه زي الفلفل الابيض وجوزه الطيب، بتندمج مع الحمضيات اللي جت في الاول، وبتخلي العطر ده في كده يعني في فريشنس جميل قوي. وبعد كده بيجي في البيز بتاعه العطر العنبر والمسك. المكونات دي كلها بتندمج مع بعض وبتعمل لوحة جميلة جدا، والعطر ده شبيه بعطر اسمه جالوي من بارفوم دومارلي. وزي ما بيقولوا ومال حبه إلا للحبيب الأولي، فالمركز الأول هيكون ستار ووكر من دار مومفلو. ستار ووكر معناها السائر على النجوم، وهو من أروع عطور الديزاينر اللي مرت عليا. يعني أنا لما بحط العطر ده بحس كده إن فيه شياكة وفيه أناقة وفيه عاطفة كمان. عطر جميل جدا، يعني من أول الافتتاحية بتاعته لحد الآخر. العطر بيبدأ بافتتاحية جميلة من البرجموت واليوسفي، وفي قلب العطر بيجي خشب الصندل وخشب الأرز والمسك، وفي القاعده بنلاقي الزنجبيل وجوز الطيب والعنبر. والعطر ده حرفيا انت بتحس فيه بكل حاجه، بتحس بالحمضيات والاخشاب والتوابل، توليفه جميله جدا عملتها دار مومبلو عشان تدينا ستار ووكر. والعطر ده كمان انا يعني عايز اقول لكم انا من جماله بستخدمه في اي وقت وفي اي مكان، لكن يعني هو بيميل للجو بتاع الصيف اكتر. العطر ده انا اديله من حيث جمال الرائحه اديله 9.5 من 10، لكن الاداء بتاعه يعني نقدر نقول عليه جيد او متوسط، الحلو ما يكملش. وعايز اقول لكم ان العطر ده يعني يمكن هو زهق مني من كتر ما انا استخدمته، لان انا استخدمته يمكن 3 مرات قبل كده، لان انا زي ما قلت عطر في منتهى الجمال والشياكه. كل سنه وانتم طيبين بمناسبه عيد الفطر. قولوا لي بقى ايه اكتر عطر عجبكم في الخمسه اللي احنا ذكرناهم النهارده. اشوفكم في حلقه جديده، والسلام عليكم ورحمه الله.